بعد الاطلاع على قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد الأردني لكرة القدم، فإن نادي الوحدات يجد بأن هذه القرارات مجحفة بحقه، وأمام تكرار حالات تعرض لها النادي سابقا لقرارات ظالمة أيضا، فإن النادي قرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ووضعه أمام كافة تجاوزات اللجان المنبثقة عن الاتحاد وتعليق مشاركة فريق كرة القدم الأول، وأن جلسة مجلس الإدارة ما زالت في حالة انعقاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.